هذه كتب وأدوات مدرسية قديمة يتجاوز عمرها 25 عاما في متحف قديم التعليم الذي يعمل عليه الأستاذ علي المباريك منذ أكثر من 10 سنوات. أجد أركان بسيطة في المتاحف عن التعليم، فلم تكن ترضي الطموح الذي كان موجودا لدي، ففكرت في إنشاء متحف يحتوي أكثر من 32 قسم كلها مرتبطة في مجال التعليم. تقريبا يعود تاريخ بعضها لأكثر من 100 عام. في هذا المتحف نوادر التعليم السعودي نوثق مسيرة 100 عام من العطاء. من القطع النادرة لدينا في المتحف محبرة يعود عمرها لأكثر من 75 عام، تقريبا كلفني الحصول عليها 10,000 ريال. في بعض الكتب، مثلا لدينا كتاب يعود تاريخه لعام 1344 هجرية، تقريبا 100 عام، ويعتبر نادر جدا. وأيضا بعض الوثائق، مثلا وكالة شرعية من المحكمة لاستلام شهادة طالب. هذا المتحف يضم نوادر أدوات التعليم بعد جهد وشغف شخصي يوثق قصة التعليم في المملكة والمراحل.